يدخن العم معي دائما هنا، ونقوم بذلك كل يوم جمعة، ونعطيه كحولا نقيا. نعم، شكرا. ما الذي يجب أن أعمله؟ أشربه أم أعطيه للعم؟ هذا للعم، هذا للعم. حسنا، سأصب القليل. قليلا واشرب الباقي. وأشرب ما تبقى. حسنا، شكرا. أتريد المزيد؟ نعم. المزيد من الكحول؟ عليك الشرب مرتين. شكرا جزيلا. هل هذه أوراق الكوكا؟ نعم، وعليك أن تضع يديك معا لأخذها. أوكي. شكرا. أيجب أن أكلها؟ نأتي إلى هنا باكرا جدا ونغادر في المساء متأخرا، وتمنحنا أوراق الكوكا القوة وتروي غليلنا وتسد رمقنا. أن يكون لدى عمال المناجم بيوت وسيارات، فهذا كله بفضله. يمنحنا العم الشيء الكثير، وكل شيء بفضله. إنه يغدق علينا. إنها أعلى مناجم الفضة في العالم، ويجري التعدين فيها منذ 500 سنة تقريبا، وتجري باستمرار في المناجم العميقة انهيارات وحوادث مؤسفة. وعلى الرغم من الهواء المغبر والمتخلخل، إلا أن عمال المناجم يعملون بدون وسائل حماية، وكثيرا ما يكونون في حالة سكر. هذا العمل خطر جدا، ويكون أحيانا مميتا، وفي كثير من الحالات يقوم به الأطفال. يعمل الأطفال في بوليفيا على امتداد عدة أجيال، عددهم الآن حوالي 250,000. في عام 2014 في بوليفيا اتخذ قانون خاص بالأطفال والأحداث، وفي ظروف معينة يسمح للأطفال بالعمل من سن 10. حينها أعلن النقاد في الغرب أن بوليفيا أضفت طابعا شرعيا على عمل الأطفال، بينما تؤكد الحكومة أن هذا يحمي حقوق وصحة الجيل الشاب من العمال. هل يسري مفعول القوانين الجديدة؟ ما الذي تغير منذ عام 2014؟ نعمل على إلغاء عمالة الأطفال. هل كانت هذه الخطة خمسية؟ نعم. هل سيتوقف كل شيء في عام 2019؟ أعرف أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك، لأنه لن تمر إلا 5 سنوات، ولكن تعرف أن هذا هدف سام. نحن نأمل. نعم نعم. كم تتطلعون عاليا إلى النجوم. نعم، ولكن أتعرف بوليفيا أحرزت الشيء الكثير خلال السنوات 15 الأخيرة. هل كان بإمكانك أن تتصور إطلاق قمر صناعي بوليفي إلى الفضاء؟ لدينا الآن قمر صناعي. أكان بإمكانك أن تتصور أن جميع الأطفال في بوليفيا سيدرسون في المدرسة؟ هذا حقيقي. مرحبا. مرحبا. ماذا تبيع؟ مشروبات. كم ثمنها؟ بوليفان واحد. بوليفان واحد. أعطني من فضلك. أعطني 2. كم عمرك؟
10 سنوات. وأين والدك؟ هناك. حسناً. لو باع صبي في 14 من عمره هذا لك، لربما هل هذا سيء؟ ولكن إذا رأيت طفلاً في 10 من عمره يرتجف من البرد ستشتري منه. نعم تفهم؟ بالطبع. هذا ما أحاول توضيحه، لأن هذا كله يثير مشاعر معينة. لأنه يثير تعاطفك. هذه استراتيجية. ترسل الطفل الصغير إلى الشارع فيبدو كاليتيم وتكسب المزيد من المال. طبعاً. ويقول الوالدان دانييل يستطيع جلب المزيد من النقود لأنه طفل، وهذه أيضاً مشكلة. ما اسمك؟ رودريغو. رودريغو كم عمرك؟ 9. وأنت أخته؟ نعم. كم عمرك؟ 13 عاماً. 13. ما اسمك؟ ميليا. أتبعاني معاً دائماً؟ نعم. تبعاني العصير؟ نعم. ولكنكما تدرسان؟ نعم. هذا جيد. في أي صف؟ أنا في الصف السابع. السابع. وأنت؟ في الخامس. في الخامس. حسناً. لعلكما ستواصلان الدراسة. ننظر إلى هذه المشكلة في بوليفيا نظرة جديدة، وكما تعرف اتخذنا قانونا جديدا. هذه لاسباس وليست جنيف. هناك قوانين دولية ولكن هم بعيدون عنها. كم عمرك؟ 11 عاماً. وما اسمك؟ ليلي. كيف؟ ليلي. ليلي، كم من الوقت وأنت تمارسين البيع هنا؟ منذ سن السادسة. منذ السادسة؟ يا للعجب، 5 سنوات. أتعملين؟ كم ساعة تعمل في الليل؟ تعملين في الليل؟ لا أعمل طوال الليل، من السادسة مساء فقط حتى منتصف الليل. من السادسة حتى 12. ما هو شعورك وأنت ترى هذا كله؟ أشعر بالحزن طبعا. أشعر، ما هي الكلمة؟ لا أعرف، ولكن بالإسبانية العجز الجنسي. نعم العجز. العجز، نعم. تريد تقديم المساعدة ولكن طبعا طبعا. هل تريد إضافة الصلصة؟ نعم. شكرا جزيلا. على الرغم من نمو الاقتصاد خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن حوالي 60% من السكان ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل البقاء. هذا يعني أن الكثير من الأطفال مضطرون للجمع بين الدراسة والعمل بدوام كامل. اسمي نادية ميلودي المانسا كينايا وعمري 10 سنوات. تتكون أسرتي من أمي ييفا وأبي رودريغو وشقيقي الدير وجيفرسون وجدتي كلاوديا وعماتي وأعمامي. أين الدبوس؟ تعيش نادية في ضواحي لاباز، والحياة بالنسبة لوالديها كفاح مستمر لكسب القليل جدا. إنها تسهم طوال أكثر من عامين بقسطها في ميزانية الأسرة. أنا ملايوزة
أساعد والدتي في البيع، وبعد المدرسة أتناول غدائي في البداية، ثم آتي إلى هنا وأساعد أمي في بيع المعكرونة والبيض. يستيقظ والدي في ساعة مبكرة صباحا ويركب الباص متوجها إلى عمله، ويعمل والدي كثيرا وكذلك أمي، وأحبهما كثيرا. كل شيء جاهز يا أمي. والدها يساعد بالطبع، ولكنه يشرب المشروبات الكحولية، يعمل أسبوعين وما يكسبه ينفقه حالا على الشرب، بينما أنا علي أن أدفع الفائدة للبنك، ولهذا أنا فقط أعيل الأطفال بشكل عام، وأنا مضطرة للعمل والبيع ومساعدتهم من أجل أن يعيشوا أفضل مني وأن يدرسوا، وهذا صعب جدا، وأنا أشعر بالألم الشديد بسبب ذلك، إذ لا أستطيع مساعدتهم لأنني لم أدرس، ولم أدرس في المدرسة لأنني كنت أعمل باستمرار طوال الوقت. تساعدني نادية في البيع، ولكن لا يبقى لديها وقت لحل الواجبات المنزلية، ولهذا تشكو المدرسة من عدم تقدم الصبية، وأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتحضير دروسها. وكثيرا ما تقول نادية: أنا تعبت، علي أن أدرس وأبيع وأساعدك. لو كان لدي المال لما اضطرت نادية للعمل في السوق، ولكن بما أنه لا يوجد ما يكفي من المال، لذا فهي مضطرة لمساعدتي. زملائي في الدراسة يعملون أيضا ويساعدون أمهاتهم في بيع الحلويات والفواكه والشوكولاتة والمشروبات وما شابه ذلك. علي العمل وعلي مساعدة والدي، وسوف أساعدها دائما حتى آخر أيام حياتها، حياة أمي. هذا واجبي. تخطط نادية للمستقبل، ولكن هذا يحتاج الحصول على تعليم جيد. من تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ محامية. لماذا محامية؟ يتهم الكثير من الناس لا لشيء، ويتهم البعض الآخرين لأنهم يعتقدون أن أولئك يسرقون الأشياء، ولهذا أريد الدفاع عن الناس، عن الناس الذين لم يفعلوا أي شيء سيء، واتهام الذين قاموا بذلك. أعمل عادة 3 ساعات في اليوم، ولكن في الفترة الأخيرة أعمل 2 ساعتين فقط، لأن علي الذهاب إلى التدريب. بدأت العمل عندما كنت في 11 من العمر في البداية مع الأصدقاء وأبناء العم، ثم عملت كثيرا مع أخي، لكنه استقال بعد فترة وجيزة. توفي والدي قبل 11 سنة، وعدد أطفال الأسرة كثير، لذا لم تتمكن والدتي من تدبير الأمور بمفردها، فبدأت العمل لمساعدتها. جيدو واحد من 8 أولاد تربيهم أم أرملة، وقد تمكن من إيجاد شغل كعامل تنظيف في مقبرة. أنا لا أعرف لماذا قررت العمل هنا بالذات، ربما لأنني أردت رؤية أبي أحياناً والعناية بقبره، ولم أرغب في العمل في أماكن أخرى لأنها كانت خطيرة وكنت صغيراً جداً. أنا أخدم هذا القطاع.
أستخدم مادة تلميع الأحذية كمادة لليدين لأن سائل البطارية خطر، ومن الممكن أن تصاب بحروق وتحرق ملابسك بينما تحمي مادة التلميع يديك، وإذا لم تستخدمها قد تصاب بحروق. ها هي القروح على يدي. هل يمكن أن أراها؟ نعم، هنا أيضا. نعم. وفي الجهة الأخرى؟ أما فيما يتعلق بالأظافر فأنا أعتقد أن السبب هو مادة تلميع الأحذية التي أستخدمها، وأعتقد أنني عندما أستخدمها كثيرا تبدأ أظافري بالتكسر والسقوط تدريجيا. لا يتبقى لدي غير القليل من الوقت للدراسة بسبب العمل، وعندما يعطوننا واجبات منزلية كثيرة لا يكفيني الوقت لا للعمل ولا لحل الواجبات، وأحيانا أؤدي الواجبات المنزلية حتى ساعات متأخرة حتى أحضر كل شيء، ولا أقوم بها إطلاقا عندما يكون هناك العديد من الأشغال الأخرى لدي. في المستقبل أود ممارسة الطب وأرغب بالدراسة في كلية الطب، أود أن أصبح مثلا من رجال الشرطة السرية. هيا قم بتمارين المعدة. إذا تعبت أستريح قليلا، فأنا ما أزال طفلا، ولكن في الحقيقة أنا لا أتعب تقريبا، لهذا أستطيع القيام بكل الأشياء، الدراسة أو مساعدة والدتي. قانون الأطفال المتخذ يعني بالنسبة لجيدو ونادي أن بإمكانهما كسب أموال إضافية. إنها تستطيع مساعدة والدتها في السوق وهو يعمل في المقبرة، ولكن هناك مئات آلاف الأطفال في بوليفيا الذين يعملون خارج نطاق القانون. كل شيء هنا يرتكز على هذه الأعمدة الخشبية القديمة. إن فتحات وممرات كهذه لا تلائمني، بالتأكيد لا. تعال إلى هنا. أول انطباع لدي هو أن المكان خانق، فليس هناك ما يمكن تنفسه، ولم أتوقع أن يحدث هذا، لذا خفت قليلا. ينبغي الحذر إذ تجري كل الأعمال يدويا، ويجب معرفة كيفية استخدام الأدوات. يعمل ويلفريدو مع أخيه هنا منذ سن العاشرة، وإذا وصلا للعمل فمن المستبعد أن يعيشا حتى سن الأربعين. أعمال التعدين شاقة دائما، ولكن هنا عندما لا يوجد أكسجين وأدوات طبيعية لا أفهم كيف يعمل هؤلاء الأطفال هنا. إن كل ما يقوم به هنا ويلفريدو وريتشارد غير قانوني بالمرة، فأعمال التعدين يحظرها قانون الأطفال والأحداث بشكل قاطع. مهلا، بحذر بحذر، بهدوء.
يجب على العامل هنا أن يكون نحيفا. أنت بهلوان. هذا جنون. كل شيء على ما يرام؟ نعم نعم جيد. لنخرج من هنا. أبكي أحيانا عندما يذهبان للعمل في المنجم لأن العمل هناك خطر، ولكن من أين يمكن الحصول على المال؟ ولهذا يضطر ولداي للعمل في المنجم، ولا أريد أن يعملا هناك. لو كان لدي مال لذهبت إلى المدينة. قانون الأطفال والأحداث يجب أن يدافع عن ويلفريدو وإخوته، لكن مفعوله على ما يبدو لا يسري هنا بالمرة. كان دونيكو عامل مناجم في طفولته، وهو الآن ناشط يحاول مساعدة سكان منطقة جبل سيروريكو. توجد قوانين بالطبع، فالناس تضع القوانين ولكن لا أحد ينفذ. يقول الموظفون إنهم على علم بمشاكل الناس الذين يعيشون في المناطق الجبلية. جاء قبل 3 أو 4 أشهر موظفون من وزارة العمل وقالوا إنهم سيعملون هذا وذاك، ولكن هذا كان مجرد ثرثرة. فالرؤساء يجلسون في مكاتبهم بدلا من المجيء إلى هنا ورؤية عدد الأطفال المضطرين للعمل وكيف يعيشون مع أسرهم. وعد أمين المظالم في المنطقة بتخصيص أموال إضافية لزيادة الرواتب ومنح ضمانات اجتماعية، ولكن لم ينفذ أي وعد. لدينا هنا عالمنا الخاص، والسرقة والعنف مستمران. إذا واجهك لص وأنت بمفردك فمن الممكن أن يقتلك. أسير أحيانا بمفردي، ولكن في كثير من الأحيان مع راؤول وخوسي. بإمكان السارق المجيء إلى هنا وحصري عند الباب وقتلي. لدي هنا 4 أولاد وابنتي كلاوديا، وعندما يأتي اللصوص إلى هنا يتجنبون هذا البيت لأن لدي كلابا شرسة جدا. لوسيا مسؤولة عن الحفاظ على هذه المعدات، لهذا لا يمكنها السماح للصوص بالاقتراب من هذا المكان. لدي احتياطي من الديناميت، وهو وسيلة فعالة للغاية لتخويفهم أو للدفاع عن النفس. سينفجر كل شيء. سأذهب وأضع المادة المتفجرة. إذا سرقوا شيئا ما، فعلى لوسيا أن تعوض عن قيمته، لهذا فإنها مستعدة دائما لمواجهة اللصوص. هيا بنا من هنا. لنترك المكان. هيا جريا. هكذا انظر، أنا فجرت ذلك. العمل هنا صعب جدا، وتقع حوادث مؤسفة في الجبال بشكل مستمر تؤدي إلى الوفاة. يموت الكثيرون والأطفال أيضا. يؤثر في الأطفال الغبار الملوث من الشاحنات القلابة، ويستنشقون هذا الغبار لأنهم يعيشون هنا. كما أن عمال المناجم مرضى بسبب الغبار وسوء التغذية وأشياء أخرى، وليس هناك أي شيء مفيد. الهواء ملوث جدا. أعرف هذه الجبال جيدا وأعمل هنا طوال سنوات، وأنا الآن مطمئن، ولكن عانيت كثيرا أيضا. تؤلمني رؤية هذه الأسر وهؤلاء الأطفال، وأشعر بالألم لأنني عشت مثلهم وأفكر دائما فيهم. وسأعمل من أجل هؤلاء الأطفال وهذه الأسر، لأن هذا الشيء هو حياتي وعملي. أريد منحهم أي شيء أستطيعه. أفكر فيهم دائما
لأنني لا أريد أن يعانوا، أريد مساعدتهم. لقد عشت بنفسي حياتهم. إنها حياة مؤلمة وبائسة، فيها الكثير من العذاب. لا بأس لا بأس، كل شيء على ما يرام. كان كلامك جيدا جدا، كل شيء على ما يرام. شكرا جزيلا لك. تحاول مصادرنا في الحكومة البوليفية إقناعنا بأن قانون الأطفال والأحداث يسري مفعوله، وأن عدد الأطفال العاملين بشكل غير شرعي قد تقلص بمرتين مقارنة مع عام 2008، وأن مكافحة أنواع العمل الخطرة تعتبر من أولويات سياستهم. لكنهم لم يعرضوا على الناس الذين يعيشون في الجبال حتى الآن أي بديل، لهذا يواصل عمال المناجم الصغار حتى الآن المخاطرة بحياتهم، محاولين كسب القليل من المال من أجل البقاء على قيد الحياة.